اش كاع عطيني ديكلاراسيون على حساب هذا الماتش هذا واش بغيت تخرج على هذا الماتش ها ما تقصاكس ها ما خصكش تقصاكس حسن محقق علاش حنا غنوضحوا انا بغينا توضيح صافي شنو بغينا محقق حسن حنا بغينا توضيح انا ما بغيتش نوضح في التيران احسن ردوا هذاك الشبكه عطينا نفس المدى الجمهور ديال اليوم هذا الماتش اليوم صافي انا ديز ها هادي اليوم هادي اليوم هادي لايف هادي اليوم كيف كيف شفتي اليوم هاد الماتش ديال اليوم انت راك مريق انت راك لا والله ما اقسم بالله ما كاين شي كانت شي حاجه ديال التصوير كاع والله انت كاعي كاعي قال لك لا قال لك علاش قلت ما درنا والو قال لك الجمهور علاش يقول لي ديك الكلمه انه ما فرحش قول لي مزيان قول لي فيلم معايا قول لي واش قال لي قال لك ما بغاش فيلم قال لك انا كنرد عليهم في التيران صافي احسن رد عندك هو هذا صافي صوروك شوف سي بكاري وحط حق الله يستر عليك كثير بخير الصحة معك الباج ديما ديما رجاء بوان كوم سي بكاري شنو الاحساس ديالك انت كتلعب اليوم مع هذاك الفريق فريق الرجاء الرياضي فريق الام الفريق اللي لعبت معاه صناع القلقل الفريق اللي تيبقى في القلب بصراحة يعني تحترمو الجمهور ديالو اللي كبير تنشكرو لأنه دائما وراء الفريق ديالو كذلك اللاعبين تنهنئهم على الفوز ديالهم بكأس العرش تنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الدوري ديال هذا الموسم اليوم مواجهه كانت غريبه يعني كرة القدم هي هذه خص تكون روح رياضية انا اليوم مدرب ديال فريق سريع وزن في قسم المقاول ولكن غنشرف الكرة الرجاوية لانه انا ابن الرجاء ومدرب فريق سريع وزن باش نتمنى انه لان اليوم اللي تنسمعوا كاين فريق جمهور الرجاء البيضاوي تيبدل فريق الرجاء البيضاوي وفريق سريع وزن اللي تقدم كذلك كره جميله ومباراه جميله. محمد بكري احسن حاجه نقدر نقول لكم انك ما ركبتيش الدفاع اللي يعني غريبه الفرق راك لاحظتي انهم كانوا الدفاع فريق الرجاء الرياضي لعبتي بخطه مفتوحه يعني هذا كيتحسب محمد بكري يعني ثاني حسب الطريقه الرجويه يعني لعب ضد فريقه بهذا الاسلوب هذا. اليوم خصنا نعطيو واحد الطبق طراوي للجمهور يعني الجمهور محتاج لانه حنا اليوم تنبداو نقولوا علاش الملاعب خاويه الملاعب الا كانت تتخوى راه تتخوى بالمستوى التقني ديال الفرق وديال المباراه فاليوم لازم انه نعطيو واحد الطبق كروي جميل نعطيو كره جميله للجمهور المغربي لانه اليوم كانت مباراه جميله يعني الشوط الثاني كانه كنت تقول جوج فرق من انجلترا بكل صراحه كان الحملات مضاده كانت الهجمات مضاده سريعه يعني لا فريق سريع وزم ولا فريق رجاء البيضاوي نظن انه حنا محتاجين اليوم نلعبوا هذه الكره المفتوحه باش تكون اهداف اليوم شفتي ان الدوره تسعود فهي وصلت تقريبا واحد 24 هدف فهذا هو اللي تنتمنى ان نكون في مباراه المقبله ان شاء الله التوفيق محمد بكاري وان شاء الله لي مالا نتفقوا ان شاء الله معنا في القسم الاول التوفيق لكم وتنتمنى لكم بكل صراحه لانه اليوم شي حوايجات تضرونا في خاطرنا لان فريق الرجاء البيضاوي بكل صراحه حنا تنبكيو من قلوبنا لانه بكل صراحه محتاجين فريق الرجاء البيضاوي يرجع للمستوى ديالو العالمي بكل صراحه لانه يستحق لانه عنده جمهور كبير ماشي عفل في المغرب ولكن خارج المغرب نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ودائما تكونوا ان شاء الله شكرا سي محمد التوفيق ان شاء الله تتاه اذا كنتوا مع تصريح ديال محمد بكاري ديال مدرب ديال فريق سريع وادزم لي صراحه فريمون شابو لهاد السيد هذا لانه هضر يعني بواحد الطريقه جميله صراحه كيعجز اللسان على ان نعبروا على هاد المدرب شنو كيقول يعني ما نكرش الخير للرجاء ويعني شي حوايج بزاف قالهم نتمنوا الخير فريق الرجاء ونتمنوا الافضل لفريق الرجاء نبقاو ديما نتسناو لقينا شي يعني لعاب اخر صافي سامح هادي شي بغيت تشد ليا وادي كتصاوب تليفون تليفون ديما رجاء تليفون والو كي مشكل من بعد اذا نبقاو مع التغطيه هذه اللي كنحاولوا انا نقربوكم يعني من التصريحات ديال لاعبي فريق الرجاء الرياضي نتمنى ان شاء الله توضيحات اكثر نشوفوا مع انس ربما انس هو جاي انس غير تفهم هذيك هذه المقابله الفوز ديال اليوم كيفاش شفتي الفوز ديال اليوم معك معنا في اون ديريكت يعني ما كيهمناش الاداء ولكن كتهمنا النتيجه بحيث الدراري بزاف ديال الدراري غايبين داكشي علاش النتيجه مهمه من يرجعوا الدراري غادي تكون الاداء والنتيجه ان شاء الله انا شكرا صافي شي لاخر ما كيسمع بعد لا صافي تنشوف انا عيط لك انا عيط
ايوا ليما عم تيمو بوغ ليما عم تيمو انتر شو ما عبد عزيز دونك على جو بونس خرجوا اللعابه كاملين ما بقاش شي واحد نحاول نقربوكم من اللعابه جو بونس خرجوا كاملين انا السلخر واقيلا صافي راه كلشي خرج جو بونس صافي هنا سمحوا لينا سمحوا لنا بزاف حاولنا نقربوكم يعني من بعد يعني شويه لي ديكلاراسيون ديال لي جوار والسي محمد البكاري ديال مدرب فريق سريع واتزم هذا مكان شكرا لكم على يعني بعتوا شفتوا معنا هذا الشيء وتهلاو فروسكم الى الملتقى ان شاء الله في مقابله اخرى وبالتوفيق لفريق الرجاء الرياضي.